السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده من اهم الفيديوز اللي اتعملت على الشانل لحد دلوقتي. في الفيديو النهارده هنتكلم عن الاسينكرونس بروجرامنج في الجافا سكريبت، وهنتكلم عن الفرق بينها وبين السينكرونس كود، وكمان هنتكلم عن الكول باكس والكول باك هيل وايه هي المشكله دي وازاي ان احنا نقدر نحلها، وكمان هنتكلم عن البروميس، ايه هو البروميس وازاي انك تكريت بروميس. وفي نهايه الفيديو خالص هنتكلم عن الاسينك اويت سينتاكس واللي ظهر في 2017 مع الاتم سكريبت، فاتاكد انك تكمل مع الفيديو للاخر ويلا نبدأ على طول. طيب خلونا في البداية نعرف الفرق بين السينكرنس والاسينكرنس كود، تمام؟ عشان نفهم الفرق ده كويس، فأنا هنا عندي مثال بسيط جدا. لو شلت الكومنت ده من هنا وبدأنا نشوف السينكرنس كود بتاعنا اللي هو أصلا الطبيعي بتاعنا خالص، تمام؟ في حالات كتير جدا عندك هنا. خلينا نمشي مع الانتربريتر. في حاجة اسمها انتربريتر للجافا سكريبت، بمعنى ان هو بيمشي لاين باي لاين كده ويشوف الكود ده بيقول له ايه ويبدأ ان هو ينفذه، تمام؟ فلو مشينا مع الانتربريتر كده وصلنا عند لاين 3 فقال له كونسول دوت لوج كلمه ستارت، تمام؟ هيحصل ايه؟ هيطبع لك في الكونسول كلمه ستارت. بعد كده عندك الديفينيشن بتاع الفانكشن دي، فانكشن اسمها برنت هلو، بتطبع لك كلمه هلو. بعد كده بتعمل انفوك للفانكشن في لاين 9، فهيبدا فعلا ان هو ينفوك الفانكشن دي، فيبدا ان هو يطبع لك هلو في الكونسول بتاعك. بعد كده يوصل لاين 11 ويطبع لك كلمه اند. فالسيناريو المتوقع في الحاله بتاعتنا دي ان هو اول حاجه يطبع ستارت، بعد كده يطبع هلو، وبعد كده يطبع اند. خلينا نشوف بقى ده هيحصل فعلا ولا لا. لو جيت انا على التيرمينال وعملت نود، بعد كده اسم الفايل بتاعك اللي هو مين، وضغطت انتر، خلينا بس نعمل سيف الاول، نود مين انتر، هيبدا فعلا التيرمينال هنا تشتغل اكنها الكونسول بالظبط، تمام؟ بدل ما افتح الفايل بتاع ال HTML واشغل سبليت سكرين يعني، فخلينا نشتغل على طول في التيرمينال. حلو، قال لك فعلا ستارت، بعد كده قال لك هلو، بعد كده قال لك اند، فده اللي احنا متوقعينه وده فعلا اللي حصل. طيب خلينا نشوف بقى الحاله التانية بتاعتنا. لو عملت كومنت هنا وشلت الكومنت ده من هنا، هو تقريبا نفس الكود بس غيرنا حاجه بسيطه جدا. اول حاجه في لاين 15 هنا بيكونسول دوت لوج ستارت، فده فعلا هيحصل. بعد كده الديفينيشن بتاع الفانكشن بتاعتك، وبعد كده عندك هنا بقى السيت تايم اوت. سيت تايم اوت ببساطه للي ما يعرفهاش هي فانكشن في الجافا سكريبت تستقبل منك البارامتر الاول فانكشن والبارامتر الثاني زمن بالملي سكند. ال 3000 ملي سكند هنا معناها 3 ثواني. حلو، فمعنى اللاين اللي هنا ده ان هو شغل البرنت هلو بس بعد 3 ثواني، يعني استنى 1 2 3 وبعد كده شغل البرنت هلو بتاعتك، ابدا انك تطبع كلمه هلو في الكونسول. وبعد كده عندك ال عندك الكونسول بتلوج للاند. فخلينا نمشي كده ونترجم الكلمتين دول تاني نشوف ايه اللي هيحصل. هيجي هنا عند اللاين ده فهيطبع في الكونسول ستارت، بعد كده ده ديفينيشن عادي جدا مش هيحصل اي حاجه. عندك هنا سيت تايم اوت بيقول له استنى 3 ثواني بعد كده اطبع كلمه هلو، فهيستنى 1 2 3 بعد كده هيطبع هلو. بعد ما يطبع هلو هيبدا ان هو يكمل ويخش على اللاين ده فهيطبع لك كلمه اند، تمام؟ في الحقيقه ده مش اللي بيحصل. خلينا نشوف ايه اللي بيحصل. لو جيت هنا عملت نفس الكوماند بتاعك وضغطت انتر، هتلاحظ ان هو طبع ستارت بعد كده انت بعد كده استنى 3 ثواني ورجع لك كلمه هلو. ايه اللي حصل هنا؟ خلينا نشوفها مره ثانيه كده اللي ما خدش باله. ستارت بعد كده انت بعد كده بيستنى 3 ثواني ويطبع لك هلو، يعني ده اشتغل الاول بعد كده ده بعد كده ده. خلينا نترجم الكلام ده وايه اللي بيحصل ورا الكواليس. اول حاجه عندك في الجافا سكريبت حاجه اسمها الكول ستاك. كول ستاك اي حاجه بيحصل لها كولينج او انفوك لفانكشن معينه مثلا، فبتبدا ان هي تخش في الكول ستاك ده تتنفذ وبعد كده بتطلع منه، تمام؟ فالستارت ده اللاين ده كده بيخش في الكول ستاك، طبعا على كلمه ستارت فعلا فخلاص بيخرج من الكول ستاك، بقى امتي دلوقتي؟ حلو، بقى فاضي. بعد كده عندك الديفينيشن ده، فده ديفينيشن مش هيخش في الكول ستاك ولا حاجه. عندك هنا بعد كده السيت تايم اوت. السيت تايم اوت هتخش في الكول ستاك. السيت تايم اوت في الجافا سكريبت هي اسينكرونس فانكشن. يعني ايه بقى اسينكرونس؟ يعني بتاخد زمن ببساطه كده خالص. السينكرونس يعني هتاخد شويه زمن معانا على ما تتنفذ. عندك مثلا سيت تايم اوت، عندك سيت انترفال، عندك بعض الايفنت ليسنر او الايفنت ليسنر مثلا زي الكليك، انت مش ضامن ان اليوزر هيكليك اول ما الصفحه تلود، فانت مش هتفضل مستني او انت مش عارف بالظبط انهي لحظه هو يبدا ان هو يكليك فيها. عندك حاجات كتير جدا ممكن ان هي تكون اسينكرونس. عندك مثلا وانت بتفتش الداتا، طبعا ده المثال الاشهر اصلا بتاعنا، وانت بتفتش الداتا من اي بي اي، فانت مش عارف الداتا دي هتاخد وقت قد ايه او هترجع امتى، تمام؟ سواء الداتا دي كانت صور، سواء كانت فيديوز، سواء كانت
كانت داتا، كانت فايل جيسون، فانت مش عارف الداتا دي هترجع لك امتى. فكل ده اسمه asynchronous programming او asynchronous code في الجافا سكريبت. فببساطة لما الانتربريتر بيجي عند لاين 21 وبيلاقي ان السيت تايم اوت دي هتاخد وقت معاه، فهو مش بيعطل نفسه، يعني هو مش هيفضل مستني 3 ثواني ومعطل الكود، كل الكود اللي تحت ده. هو هنا لاين واحد بس، انت البرنامج بتاعك هيكون كبير يعني طبيعي، تمام؟ فمش هيعطل نفسه عشان بس هو مستني حاجة ترجع، او مستني فانكشن معينة تتنفذ، او مستني ايا كان الحاجة اللي هتاخد وقت، تمام؟ ده مش بيحصل في الجافا سكريبت، الانتربريتر مش هيعطل نفسه. فببساطة بياخد الست تايم اوت دي ويوديها مكان تاني كده، يقول لها روحي على جنب كده خلصي، لما تخلص ارجع بقى، ارجع بالريزلت خلاص، سواء الريزلت دي كانت ريسولف او كانت سكسس، يعني فعلا نجح ان هو يشغل الفانكشن دي، او كانت ريجكشن او كانت ايرور، حصل ايرور، تمام؟ ايا كان الريزلت، المهم ان في ريزلت هتخلص بعد 3 ثواني، فروح خلص ال3 ثواني بتوعك، ولما تخلص ارجع لي بالريزلت دي. طيب اسمه ايه بقى المكان التاني ده؟ اسمه الويب اي بي ايز، بيكون اصلا موجود في البراوزر، بيكون بيلت ان، تمام؟ ف الكول ستاك بيشيل السيت تايم اوت دي بيوديها على الويب اي بي ايز، بيقول لها لما تخلصي، هي لما تخلص لوحدها ال3 ثواني دي بترجع تاني على الكول ستاك وتتنفذ وتمشي من الكول ستاك، تمام؟ فخلينا بقى نلخص تاني اللي بيحصل كده. اول حاجه هتيجي هنا، فده دخل على الكول ستاك خلص ومشي. بعد كده ده ديفينيشن، تمام؟ عندك هنا دي دخلت على الكول ستاك، فالكول ستاك لقاها اسينكرونس فانكشن، فهيوديها على الويب اي بي ايز عشان ما يعطلش نفسه، وبعد كده هيكمل عادي جدا الكول ستاك. فده هيخش على الكول ستاك هيتنفذ وهيطبع لك فعلا كلمه اند، وبعد كده هيمشي من الكول ستاك. بعد ال3 ثواني الويب اي بي ايز هيكون خلص الكلام ده خلاص، ال3 ثواني خلصوا بتوعه، فيرجع لك بالريزلت، الريزلت اللي هي كلمه هلو، فهتبدا ان هي تخش في الكول ستاك وتتنفذ وتطلع من الكول ستاك. ده كده السيناريو اللي بيحصل. طيب ايه ممكن تكون مشكلة في حاجة زي كده؟ خلينا نشوف المثال ده عشان توضح معانا المشكلة. لو جيت هنا شلت الكومنت ده، عندي هنا array of objects، مجموعة من الاوبجكت، كل اوبجكت عبارة عن يوزر، النيم بتاعه والايدج، تمام؟ عندي هنا عمرو وعندي محمد والايدجز بتاعته، حلو كده. عندي function بتاد يوزر، بيبدأ ان هو يضيف اوبجكت يوزر في الاري بتاعي اللي هو اسمه يوزر ده، تمام؟ طيب بتقال اليوزر ده في قد ايه؟ بتاخد 3 ثواني عشان ان هي تقاد اليوزر ده. ببساطة هي بتعمل يوزرز، اليوزرز الاري بتاعنا ده، وبتعمل بوش لليوزر اللي انا مبصيه كبارامتر للفانكشن اللي اسمها اليوزر دي. وبعد كده عندك هنا كونسول دوت لوج، بعد ما خلاص اليوزر فعلا حصل له ادنج للاري، فبيبدأ ان هو يطبع لك في الكونسول ان اليوزر ده ادد، تمام؟ طيب البروسيس دي كده تاخد قد ايه؟ تاخد 3 ثواني، حلو كده. عندك هنا بقى الانفوك بتاع الفانكشن، وهتبصيله اليوزر اوبجكت اللي هو محتاجه هنا، اللي هو هيحصل له بوش هنا. فاليوزر اوبجكت بتاعك اهو هتضيف علي، عندك عمرو ومحمد، هتبدأ انك تضيف عليهم علي، حلو كده. طيب عندك هنا في السطر ده انت عندك عايز تاكسس اليوزر اللي اسمه علي ده، تمام؟ فهتيجي على الاري وهتقول له، هتشغل الميثود اللي اسمها فايند، واللي بتديك اكسس على الاوبجكتس الخاصة بالاري ده، وهتقول له الاوبجكت اللي النيم بتاعه بيساوي علي، هو ده اللي هيحصل له ريتيرن، هو ده اللي رجعه لي، تمام؟ فالمفروض ان اليوزر ده دلوقتي بقى فيه اوبجكت اللي هو النيم بتاعه علي والايدج بتاعه 30، حلو كده. اطبع لي بقى اليوزر ده. فالمفروض ان احنا مستنيين دلوقتي في الكونسول الاوبجكت اللي اسمه علي، انا عملت له ادنج الاول وبعد كده مستنيه في الكونسول. خلينا نشوف كده ايه اللي هيظهر في الكونسول. لو جيت شغلت زي ما انتم شايفين كده، ظهر لي undefined، بعد كده ظهر لي اليوزر ادد بعد 3 ثواني. طب ايه اللي حصل هنا؟ خلينا نشوف كده ونمشي واحده واحده. انت عندك هنا الاري اللي اسمه يوزرز ومفيش اي مشكله، تمام؟ بعد كده عندك الديفينيشن بتاع الفانكشن، الفانكشن دي بتستقبل منك يوزر، بتبدا ان هي تعمل له ادنج، والادنج ده بياخد منها 3 ثواني، تمام؟ مفيش اي مشكله لحد دلوقتي. طيب عندك هنا الانفوك بتاع الفانكشن او الكولينج بتاعها، بتبدا انك تشغل الفانكشن دي وتبصيلها اليوزر اللي اسمه علي. وبعد كده عندك بتبدأ انك تاكسس اليوزر اللي اسمه علي ده، تبدأ انك تعمل له ريتيرن. انت بتاكسسه منين؟ بتاكسسه من اليوزرز اللي هو الاري اللي هنا ده. فاللي حصل حسب الكلام اللي احنا قلناه من شويه، ان انت عندك الفانكشن دي هتاخد 3 ثواني، فالفانكشن دي راحت فين؟ راحت في الويب اي بي ايز، راحت في المكان المجهول اللي احنا ما نعرفوش، اللي هي بتخلص فيه براحتها خالص، وبعد كده ترجع بالريزلت بتاعتها. الريزلت بتاعتها هنا انا حطيت كونسول دوت لوج عشان نعرف ان فعلا حصل ادنج للاوبجكت بتاعنا ده، تمام؟ او اليوزر. طيب فبعد ما الاد يوزر دي راحت على الويب اي بي ايز،
الانتربريتر بتاعنا كمل عادي جدا، كمل دخل هنا حط ده في الكول ستاك اللي هي الميثود اللي اسمها فايند دي، دخل في الكول ستاك وبدأ ان هو يشتغل. فدلوقتي حاليا في اللحظة دي 3 ثواني لسه ما خلصوش، فحاليا اصلا جوه اليوزرز ده مفيش حاجة اسمها علي، الاوبجكت ده او اليوزر ده لسه ما حصلوش ادنج، هو مش موجود دلوقتي، فيرجع لك باندفايند. بعد كده بتبدأ انك تكونسول دوت لوج الاندفايند، فده اللي بيحصل. بعد كده بعد بقى ما ال3 ثواني خلصوا خلاص، يبدأ ان هو الاد يوزر ده يرجع لك من الويب ابايس ويرجع لك ان اليوزر فعلا ادد. انت لو جيت دلوقتي بقى بعد ال3 ثواني وبدأت انك تطبع فعلا اليوزرز بتاعتك، فهتلاقي علي حصل له الاضافة خلاص. طبعا دي مشكلة كبيرة، خصوصا بقى خلينا ناخد مثال عملي اكتر. لو انت رجع لك داتا من الاي بي اي، الويب سايت بتاعك غالبا اصلا هيكون معتمد على الداتا دي، يبدأ ان هو يعمل لها ريندر. تمام، تخيل معايا كده ان الداتا دي لسه مرجعتش، الكول ستاك شغال عالي جدا، فبيبدأ فعلا ان هو يعمل ريندر بس الداتا اندفايند، فهي مش موجودة دلوقتي، فهو بيرندر حاجة مش موجودة، فطبعا سبب لك مشكلة وهتلاقي الويب سايت بتاعك حصل له كراش. فانت ملخص الكلام ده كله بطريقة ما، عايز حاجة تضمن لك ان الزمن المعين ده انتهى، سواء بقى الفانكشن بتاعتك هنا في الحالة بتاعتنا ال3 ثواني دول انتهوا، او مثلا وانت بتفيتش داتا من اي بي اي ان الداتا فعلا خلاص رجعت لك قبل ما تبدأ تعمل الرندر، او قبل ما تبدأ هنا في الحالة بتاعتنا دي تطبع او تاكسس اليوزر، قبل ما تبدأ انك تنفذ اللاين ده محتاج تضمن ان ال3 ثواني بتوعك خلصوا الاول. وعشان كده بنلجأ لاول حاجة معانا في الفيديو النهاردة وهي الكول باكس. طيب خلينا نطبق بقى الكول باك على نفس المثال اللي احنا شغالين عليه ده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. لو جيت هنا عندي نفس الاري بالظبط، نفس الاري بتاع اليوزرز، تمام، عندي عمرو ومحمد فيه، مفيش اي مشكلة. عندي هنا الاد يوزر فانكشن، بس لاحظ انها بتستقبل مين دلوقتي؟ بارامتر تاني. البارامتر التاني ده اسمه كول باك. يعني ايه كول باك فانكشن؟ كول باك من اسمها كده هي بتشتغل از كول باك للفانكشن الاساسيه، يعني بعد ما الفانكشن الاساسيه بتشتغل تكون خلصت خلاص، ابدا شغل الفانكشن دي. هي دي معنى كلمه كول باك فانكشن. تمام، هي فانكشن بتتباصى كبارامتر لفانكشن اصلا. عندي هنا فانكشن اساسيه للاد يوزر، وهو باصي الكول باك فانكشن دي كبارامتر. طبعا ممكن نسميها اي اسم، بس ده الكونفنشن او ده المعتاد عليه. تمام، طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ عندك سيت تايم اوت، يعني استنى 3 ثواني بعد كده شغل الكلام اللي هنا ده. عندك اليوزرز اري بتعمل له بوش لليوزر بتاعك الجديد اللي انت مستقبله هنا كبارامتر، وبعد كده شغل الكول باك. فهاجي هنا بقى وانا بانفوك الفانكشن، اول بارامتر معايا اللي هو اليوزر ده هبصيله الاوبجكت بتاعي اللي هو علي، مفيش اي مشكله. البارامتر التاني بقى هي دي الاضافه هنا اللي هو الكول باك فانكشن، يعني الفانكشن دي عايزه تشتغل بعد ما يحصل الجزء اللي هنا ده الاول. تمام، ايه بقى الكول باك فانكشن؟ حط فيها اي حاجه بقى انت عايز تاكسسها، اللي هو في الحاله بتاعتنا احنا كنا عايزين ناكسس اليوزر اللي اسمه علي ده، فانا دلوقتي ضمنت ان خلاص علي فعلا اتضاف، حصل له اضافه هنا في الجزء اللي هنا ده والجزء الاول ده. بعد كده بشغل الكول باك فانكشن، بعد كده ببدا ان انا اكسس علي، وبعد كده ببدا ان انا اعمل له كونسول دوت لوج. فخلينا كده نشوف التيرمينال بتاعتنا او الكونسول، لو شغلته هيستنى 3 ثواني بعد كده هيبدأ ان هو يأكسس علي، مفيش اي مشكلة. في الحالة الاولى كان بيظهر لك undefined لان علي اصلا لسه ما كانش اتضاف وانت بتحاول تأكسسه، لكن في الحالة التانية انت استخدمت الكول باك فانكشن فقلت له استنى الاول بعد ما ال3 ثواني يخلصوا الجزء اللي هنا ده، استنى الاول ادي اد محمد اد علي ادي اليوزر بتاعك الاول، بعد كده شغل الكول باك فانكشن. فيحصل ادنج ده الاول، بعد كده هيشغل الكول باك فانكشن ايا كان بقى هي فيها ايه، مفيش اي مشكله. تمام، فالحاجه المعتمده دايما على الداتا اللي هترجع دي سواء من الاي بي اي او سواء في الحاله بتاعتنا دي اللي هو معتمد على علي، ان علي اصلا يكون الكاريت، حطها في الكول باك فانكشن بتاعتك. طيب لفتره كبيره كان الناس فعلا شغاله بالشكل ده، ولكن في هنا مشكله اساسيه جدا، هي حاجه اسمها الكول باك هيل او الكول باك بيراميد حتى. يعني ايه؟ يعني لما يكون عندك اكتر من كول باك معتمدين على بعضهم، يعني انا عندي علي كايت، بعد كده عندي حد تاني، بعد كده حد تالت، وكل الكلام ده معتمد على بعضه. يعني بعد ما علي الكاريت الاول لازم اكون متاكد ان علي الكاريت، بعد كده ابدا اضيف اليوزر التاني، بعد ما اليوزر التاني ده اتاكد ان هو خلاص خلص وخد وقته اضيف اليوزر التالت، وهكذا هتلاقي عندك تشين او سلسله من الكول باكس. فده بيسبب عندك السنتكس او الكود بتاعك مش بيكون ريدبل، الكود بتاعك بيكون اسمه كول باك هيل، بيكون اصلا شبه البيراميد او شبه الهرم المثلث المقلوب كده، بيكون نازل بالشكل ده. تمام، فمش بيكون سهل ان هو يتقرا، او لو حد شافه بيكون صعب ان هو يفهم الكود ده بيعمل ايه بالظبط. عشان كده جه في الاكما سكريبت 6 وبدا يظهر حاجه اسمها البروميس. طيب قبل ما نسكت البروميس على المثال بتاعنا، خلينا نفهم الاول اصلا ايه هو البروميس وازاي بيشتغل في الجافا سكريبت. البروميس ببساطه زي ما انتم شايفين كده
هو عباره عن اوبجكت في الجافا سكريبت، تمام. الاوبجكت ده بيستقبل مني فانكشن، الفانكشن دي ليها حالتين، يا اما ريسولف اللي هي حاله السكسس اللي هي فعلا نجحت في ان هي تجيب الداتا في ان هي ايا كان هي بتعمل ايه، والحاله التانيه اللي هي الريجكت او حاله الفشل ان هي حصل لها فيل، تمام. خلينا نشوف ده بالكود بتاعنا. زي ما قلت هو اوبجكت، فانت هتعمل انستنس من الاوبجكت ده، فبتعمل نيو بروميس، تمام، وتاكد ان البي هنا كابيتال. حلو كده، تستقبل منك فانكشن، الفانكشن دي ليها اتنين بارامترز اللي هما الحالتين بتوعها، تمام، اللي هما كول باكس من الاخر. هي يعني هنا لو انت خدت بالك ده الكول باك الاول، بعد كده الكول باك التاني، ايا يعني كان هي اسمها ايه، بس ده زي ما قلت الكونفنشن برضو ان هو الاول او في حالة السكسس اللي هو ريسولف، والحالة الفشل اللي هي الريجكت، تمام. كل فانكشن من دي انت بتبدأ انك تبصيلها البارامترز بتاعتها. فعندي هنا انا حطيت شرط بس بسيط جدا عشان نبدأ ان احنا نغير فيه، بقول له لو الاتنين اكبر من واحد اللي هو اصلا ترو، تمام، شغل الفانكشن اللي اسمها ريسولف دي وبصلها البارامتر اللي هو السترنج اللي اسمه سكسس، تمام. طيب في حالة الالس ان الاثنين مش اكبر من واحد، شغل الفانكشن اللي هي اسمها ريجكت وبصلها السترنج اللي اسمه فيلد. طيب ده البروميس، عايز ابدا بقى ان انا اشغله، فهعمل ايه؟ ببساطه تجيب اسم البروميس بتاعك اللي هو في الحاله بتاعتنا يوزر، بعد كده عندك حاجه اسمها دوت زين وعندك حاجه اسمها دوت كاتش، تمام. الدوت زين اللي هي في حالة الريسولف، في حالة السكسس، في حالة ان هو فعلا نجح ان هو يشتغل او يجيب الداتا بتاعتك، والدوت كاتش ان هو هيكاتش اي ايرور، تمام. فالدوت زين عندك هنا الفانكشن دي كده هي حالة الريسولف، تمام. فالبرامتر اللي انا بصيه هنا اللي هو السترينج سكسس ده، هو ده عبارة عن الداتا اللي هنا دي، تمام كده، اللي هو هيحصل لها كونسول دوت لوج هنا. وفي حالة الريجكت برضو البارامتر اللي انا بصيه اللي هو السترينج ده، هو عباره عن الايرور اللي هنا ده، واللي هو هيحصل له كونسول دوت لوج هنا، تمام. فخلينا نشغل ونشوف ايه اللي هيحصل كده. زي ما انتم شايفين كده ظهر لي في الكونسول كلمه سكسس. ليه سكسس؟ لان الاثنين اكبر من واحد، فالريسولف كول باك هو اللي اشتغل، استقبل منك كلمه سكسس او السترينج ده اللي هو الداتا، والداتا دي حصل لها كونسول دوت لوج، تمام. طيب خلينا نحط هنا اصغر من، طبعا هنا في الحالة بتاعتنا فولس، فالريجكت هي اللي تشتغل، هتاخد منك السترينج اللي اسمه فيلد وهتبدأ ان هي تحطه في الايرور، والايرور ده هيبدأ ان هو يتطبع في لاين 82. وخلينا نشوف الكلام ده، زي ما انتم شايفين كده فيلد هي اللي حصل لها الطباعة. طيب نرجع بقى للمثال بتاعنا ونبدأ ان احنا نطبق البروميس. افتكروا كده معانا الهدف اصلا اللي احنا بنحاول نوصله، ان احنا عايزين طريقة تضمن ان الثلاث ثواني ينتهوا الاول او يخلصوا، وبعد كده نبدا ان احنا ناكسس اليوزر بتاعنا اللي هو علي، تمام. احنا عملنا ده بالكول باكس، ولكن كان في مشكله اللي هي الكول باك هنا، فهنلجا للبرومس. لو جيت هنا عندك نفس الاري بتاعك مفيش اي مشكله، وركز معايا بقى في الاد يوزر. الاد يوزر بتريتيرن برومس، تمام، نيو برومس. انت عملت دلوقتي شغلت الكلاس اللي اسمه برومس ده وخدت منه اوبجكت، تمام. زي ما قلت البرومس تاخد منك فانكشن، والفانكشن دي بتستقبل منك يا اما ريسولف حاله النجاح بتاعها يا اما فشل. ريسولف يعني فعلا قدر ان هو يضيف عليه في الاري بتاعك، او حالة فشل ان هو ما عرفش يضيفه لايا كان السبب بتاعه، تمام. فانا هنا عرفت متغير او variable وسميته ايرور، تمام، وحطيته بفولس. حلو كده، بقول له لو ما فيش ايرور يعني في حاله النجاح بتاعك، فاعمل ايه ساعتها؟ تشغل السيت تايم اوت، والكول باك بتاعتك اسمها ريسولف، تمام. شغل بعد كده ريسولف، يعني اعمل الاول ادنج لليوزر، خلاص اتاكدت فعلا ان اليوزر بتاعي حصل له ادنج، بعد كده هشغل الريسولف، تمام. خلينا نشوف بقى الكلام ده كده. عندي هنا الاد يوزر، ببدا ان انا اشغلها، استقبل مني اول حاجه اليوزر اللي هو هنا اللي هو ده، تمام، عشان تبدا ان هي تعمل له الادنج. حلو كده، عندك بقى في الدوت زين، الدوت زين دي الحاله بتاعت الريسولف. الريسولف عندك بتشتغل امتى؟ بتشتغل بس بعد ما اليوزر يحصل له بوش، بعد ما اليوزر يتضاف، فابدا احط فيها السطرين اللي هما بيأكسسوا اليوزر بتاعك اللي هو علي. فانت كده ضمنت ان هو الريسولف دي مش هتشتغل الا لما يحصل بوش، فانت مش هتقدر تأكسس علي ده، او الزين اللي جوه الزين ده مش هيشتغل الا لما يحصل الادنج الاول، فانت كده حليت المشكله بتاعتك. طيب امتى بقى الحاله التانيه تشتغل؟ حاله الكاتش، او خليت الايرور ده بترو. دلوقتي الالس هو اللي هيشتغل، فالريجكت دي هتشتغل، ده برضو كول باك عالي جدا، بيستقبل منك سترينج، السترينج ده اسمه فيلد، فالفيلد ده اللي هو محطوط في الايرور ده. فلو بدأت انك تشغل كده المين هتلاقي عندك كلمة فيلد ظهرت، لكن طبعا في الحالة الأولى هتلاقي عالي عندك ظهر مفيش أي مشكلة.
استنى الاول 1 2 3 3 ثواني بتوعه، وبعد كده بدأ ان هو يأكسس عليه. طيب احنا دلوقتي حلينا المشكلة بتاعتنا بطريقتين. اول طريقة كانت الكول باكس، بس كان مشكلتها ان في حاجة اسمها الكول باك. هنا لو انت عندك اكتر من كول باك فالكود بتاعك ما بيكونش ريدبل ويبدأ ان هو يتداخل جوه بعضه، تمام. فلجأنا للحل التاني وهو البروميس. مشكلة البروميس فكرة نفس الفكرة بالظبط، ان لو عندك اكتر برضو من كول باك او اكتر من حاجة معتمدين على بعضهم فانت تعمل الزين تشيننج. طبعا احسن من الكول باكس بكتير، ولكن لسه في حل اكتر. طيب ايه هو برضو الزين تشيننج؟ خليني اوريكم كده. لو انت عندك هنا دوت زين بالشكل ده مثلا، استقبل منك برضو كول باك فانكشن حاجة مثلا زي كده، تمام. بعد كده مثلا في واحدة تالتة بعدها، حسب بقى انت عندك كام كول باك معتمدين على بعضهم، تمام. فزي ما قلت في حل احسن من كده ظهر في 2017 مع الاكمت كريبت ابديتس، وهي الاسينك اويت. الاسينك اويت هي بالظبط اندر ذا هود كده، هي نفسها البروسيس بالظبط، ولكن السنتكس بتاعها احسن، بيسموها السنتكس شوجر، تمام. فخلونا نبدا كده نشوف هنتعامل معاها ازاي. طيب مكملين على المثال بتاعنا. عندي هنا الاري اللي هو اللي اسمه يوزرز، وعندي الاد يوزر فانكشن، واللي بتريتيرن البروميس بتاعي، تمام. مفيش اي تغيير حصل هنا، ولكن الاختلاف الوحيد بس هي فكره الزين كاتش، ان انا ببدا استبدل الزين كاتش دي بحاجه اسمها الاسينك اويت. الاسينك اويت بتسمح لك انك تكتب سينكرونس كود اسينكرونس كود بس بشكل سينكرونس كود. يعني ايه؟ يعني بالشكل اللي هو تحت بعضه لاين باي لاين، بس في نفس الوقت هي اندر ذا هود، هي بتترجم للاسينكرونس كود، هي بتترجم لزين كاتش. حلو كده. فخلونا نشوف الطريقه بتاعت كتابتها. عندك اول حاجه مبدئيا كده تحط الكي وورد اللي اسمها async هنا قبل الفانكشن بتاعتك، تمام. لو انت عاملها بالفانكشن كي وورد كده بالطريقه العاديه اللي هي مش ايرو فانكشن يعني، فهتعمل حاجه زي كده. حلو كده. تبدا انك تشغل الفانكشن بتاعتك حاجه زي كده، تمام. طيب احنا شغالين بالايرو فانكشن، فمبدئيا زي ما قلت هتحط هنا كلمه async. بعد كده اي حاجه هتستناها هتويت ليها، فهتبدا انك تحط الكي وورد اللي اسمها await بالشكل ده كده. فببساطة بقول له await ان الاد يوزر ده يحصل الاول، بعد كده ابدأ انك اكسس اليوزر اللي اسمه علي، بعد كده اعمل له console.log. فخلونا نعمل سيف كده للفايل ونشغل. فعلا هيستنى الاول ال3 ثواني بتوعه لما البروميس ده يحصل له resolve، لما علي يضاف لليوزرز array بتاعنا، بعد كده يبدأ ان هو يأكسس علي، بعد كده يبدأ ان هو يعمل له console.log. زي ما شايفين 3 سطور بس، احسن بكتير جدا من حاجه زي كده يعني الجزء اللي هنا ده، واحسن بكتير جدا جدا من الكول باكس. وبس كده، اتمنى فعلا ان الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم. لو استفدت من الفيديو فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، لان ده فعلا بيساعدني وبيساعد الشانل انها تكبر. ولو حابب انك تشوف مثال عملي على الاسينك اويت اخر سنتكس اتكلمنا عليه في الفيديو النهارده، فممكن تشوف الفيديو اللي هيظهر هنا او هنا الخاص بالكودز اب جنريتور، هيكون مفيد جدا بالنسبه لك. وبس كده، سلام.